السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصراع دلوقتي مش بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي، لا، بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي. ورقة بحثية منشورة بشكل قوي جدا، الناس مبرمجين عملوا جيش احمر وجيش ازرق وخلوهم هما الاثنين يتفاعلوا مع بعض. صراحة عجبتني جدا، شدتني الفكرة ان انا عندي هنا الازرق بيحاول يعرف بيلعب استغمية من اللي هناك، فكل مرة دول كانوا بيمسكوهم وهكذا، فبدأ يحط الحاجات دي عشان يحمي نفسه وما قدروش يدخلوا لهم. فدول برضو ليها حل. استعانوا بالقطع دي عشان يطلعوا لهم ويقدروا يدخلوا عليهم. دول سرقوا الحاجة عشان ما يقدروش يدخلوا لهم. كل مرة يعني افكار من الناحية دي وافكار من الناحية دي. فتخيل ان الحروب اللي جايه يبقى الذكاء الصناعي مسيطر عليها، فلازم نهتم بموضوع الذكاء الصناعي دوت في كل الاغراض. هو دول اعتقد بيدون فرصه شويه كده يحاولوا يعني الاحمر بيبقى مقيد شويه لحد ما الازرق يقدر ايه يفكر له في فكره وبعد كده ينطلق. كل دي جيوش وكل دي ذكاء صناعي، وكل مره بيتعلموا من التجارب السابقه. وانا بقى بشوف مين اللي بيكسب. يعني تقدر تقول مباراة شطرنج بين طرفين والاتنين كمبيوتر. وده ليه قواعد معينة وده ليه قواعد معينة وبيبدأوا يفكروا فيها. واحنا بنتفرج